أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله
سميع عليم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Thank you.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما يطيعكم في كثير من
ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله لا أقسم بهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له شفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة Thank you.
اقرأ باسم ربك الذي
خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. إن شاء الله سيؤذن لصلاة العشاء ونستكمل الأمسية ثم تقام صلاة العشاء.